وتشهد طبعا صفوف عودة سلمان الفرج الذي تعافى من الإصابة. بالنسبة لنادي بيرسبوليس في بلوغه قبل نهائي عام 2017 ونهائي في عام 2018، هذه قائمة الأسماء للنادي الأهلي التي يبرز من خلالها غياب نجم عمر السومة في هذه المواجهة، الذي يبقى يغيب في هذه المواجهة صاحب الأرقام المميزة عمر السومة يغيب عن مباراة الليلة. رازفال لوتشيسكو مدرب الهلال، المدرب الروماني، ابن المدرب الروماني الشهير مدرب منتخب كرواتيا، والذي كان مدربا لإنتر ميلان الإيطالي، والذي عنده سجلات كبيرة حتى مع منتخب رومانيا. على الجانب الآخر السيد إيفانكوفيتش، وسجلات ممتازة لهذا الرجل في طريقه إلى هذه المباراة. تصدر في الدور الأول دور المجموعات، المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات. ركلة حرة مباشرة، المحاولة لصالح النادي الأهلي وتسديدة لكنها بعيدة، واصلة إلى خارج أرضيات الملعب. الكرة الماضية لم يسلل بتجاه عبد الله معيوف. معيوف أرسل كرة من الجهة اليمنى إلى ياسر الشهراني. شهراني استحواذ جيد على الكرة، ياسر انطلق، ياسر الشهراني مع كرة، الكرة ما زالت مع ياسر إلى جوميز. جوميز انطلق في الكرة، ممتاز جوميز. جوميز 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 جوميز، لكن هذه المرة العويس، هذه المرة العويس يتصدى لكرة جوميز. العويس يقول ليس هذه المرة. شوف الكرة من جوميز كانت راح تكون قريبة جدا من الهدف الثالث لجون عبد الغني. عبد الغني وانطلاقة ملعوبة لسلمان مؤشر. سلمان تقدم وانطلق، وصل إلى منطقة الجزاء وعرضية لكنها تبعد وتعود مرة أخرى. تسديدة مقطوعة من دفاع الهلال، عبد الفتاح عسيري، عسيري أرسلها وتسديدة وهدف، هدف أول للأهلي. الأهلي يتمكن من تسجيل هدف الأول في شوط المباراة الأول قبل النهاية. توقيت مناسب بالنسبة للنادي الأهلي، الأهلي في توقيت مناسب يسجل هدف الأول قبل النهاية من زمن شوط المباراة الأول. تحيي عند آمال لشوط المباراة الثاني، تكبر عند طموحات، كبر عند طموحات لشوط المباراة الثاني. شوف الكرة مرة ثانية في صالح الأهلي، التسديدة اللي مرت من أمام المدافعين، التسديدات المباشرة باتجاه المرمى، لكنه حاول وحاول دائما محاولته في وسط الميدان، تمكن من تسجيل هدف والآن ممكن، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب من جانيني إلى ركلة مرمى. كرة القدم تلعب على تفاصيل صغيرة، كل شيء جائز مع كرة القدم. هذه المحاولة الثانية، كرة جيانيني كانت قريبة، كرة أليكسيتش مقطوعة راحت لصالح الهلال. سلمان الفرج إلى جوفينكو، جوفينكو هجوم مرتد للهلال، جوفينكو جوفينكو يلعبها لجوميز، جوميز يرسل كرة عرضية لكنها مريس. طالب لاعبين بالتقدم إلى الأمام، الكرة ملعوبة للأمام، لكن حكم المباراة يعلن عن نهاية زمن شوط المباراة الأول. أيها السادات والسادة، مع تقدم الأهلي بهدف وحيد مقابل لا شيء في شوط المباراة الأول، إذا الأهلي استفاد من شوط المباراة الأول بهدف، ويبقى على بعد هدفين في شوط المباراة الثاني إذا أراد أن يمر من هذه المباراة إلى الدور ربع النهائي. شكرا لكم على طيب المتابعة، لنا ملتقى إن شاء الله في شوط المباراة الثاني. أجمل تحية والله ولي التوفيق. بدوري أبطال آسيا على ملعب نادي الهلال في جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، المباراة التي تأتي ضمن مباريات دور 16. عبد الفتاح عسيري، ثم المحاولة منقولة عرضية تبعد من دفاع الهلال، يستعيد الأهلي بتسديدة لكنها كانت هلالية في منطقة جزاء الأهلي. جوفينكو يرسل كرة إلى منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع إلى سلمان الفرج، وسلمان تسديدة من سلمان لكنها بعيدة ناحية الشباك. جوفينكو جوفينكو يرسل كرة لكنها إلى العويس، العويس ينجح في التقاط الكرة الماضية. العويس جماهير الفريقين، فرق لحرة مباشرة موجودة ملعوبة مرسلة إلى منطقة الجزاء. الدفاع والمعيوب في إبعاد الكرة الماضية لتصل الكرة بالجهة اليمنى لصالح الهلال. هلال عنده كرة الآن في الجهة اليمين، انطلاقة ممتازة من الجهة اليمنى، يا سلام انطلاقة واثقة من نصر الدوسري، أرسل الكرة إلى جوفينكو. جوفينكو جوفينكو جوفينكو، لا يبدو بأن لوتشيسكو جاء لمباراة الليلة من أجل أن يستعرض بمهارات لاعبين أو أن يفوز، المهم أن يقضي هذه المباراة بنجاح. وتسديدة مرت إلى خارج أرضيات الملعب إلى ركلة مرمى.
ركلة مرمى. كون الشلهوب البديل الأخير، الشلهوب البديل الأخير قد يأتي في مكان جوفينكو. جماهير الهلال بدأت الآن تصفق لفريقها على أنه لعبة الكرة للأمام لتعود باتجاه ناصر الدوسري. ناصر يلعب كرة لمحمد شلهوب، شلهوب عند الكرة، شلهوب تقدم، شلهوب مع كرة، شلهوب يدور على زميل يلعب الكرة لصالح أندري كاريو. كاريو لسلمان الفرج، سلمان يلعب الكرة في الجهة اليمنى إلى ياسر الشهراني، ثم الشلهوب والتسديدة من الشلهوب، لكن تسديدة الشلهوب واصلة إلى العويس. الشلهوب أيضا محتسبة عليه بطاقة صفراء. شوف كرة الشلهوب الماضية، الكرة اللي وصلت للشلهوب، جوميز حاول أن يوقف العويس. الأهلي يريد على الأقل أن يقلص الفارق. عبد الغني يخسر كرة إلى كاريو، كاريو انطلق، كاريو مع كرة، كاريو مع الشلهوب، كاريو يلعب كرة للشلهوب، شلهوب إلى كاريو، كاريو مرة ثانية تقدم وانطلق، كاريو وصل بالكرة إلى منطقة الجزاء، يلعب كرة إلى هتان، وهتان في كرة مرسلة إلى خارج أرضية الملعب. بهبري واصل كرة إلى ركلة مرمى، فرصة كانت ممتازة للهلال، واصل إلى خارج أرضية الملعب. هتان يقطع الكرة من جديد، بهبري، بهبري مع كرة بالجهة اليسار. وفي هذه الأثناء أيها السادات والسادة، أيها الأحبة الكرام، متابعينا، مشاهدي الجماهير الهلالية وللهلال، وحظا أوفر للأهلي وجماهيره. نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة ومناسبة قادمة من دوري أبطال آسيا. لكم أجمل تحية، عبد الله مبارك الحربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.